أخبار اليوم. يعني غير دوري اسمي طفشة. اسم كده غريب شويه، حتى انا اتبسطت من الاسم يعني. طب والله عاصمه جهنم هو بيتكلم عن امبابه، مش هحرق في الفيلم قوي، انتوا عرفتوا ان هي امبابه صح؟ وانا طالع بدور صعب بالنسبه لي، يعني دور مش بلطجي، واد صايع بس اللي هو بيوقع البطل، احنا يعني دايما مع بعض فبوقعه في مشاكل كتير قوي، وده حاجه جديده بالنسبه لي، دايما بطلع كده تلاقيني رجل اعمال، تلاقيني حاجه، فالمره دي مختلف شويه. عارف انك متعب وبتعرف تتعب في قلوب الناس، بس انت عجبني وعرفت تجيبني ووقعت خلاص، بحبك يا مجرم وحبك ملجم قلبي الضعيف وملاء يا واد بالهداوة. دور بسيط جدا، دور بنت فقيرة من مجتمع اللي هو شريحة كبيرة من مجتمع مصر اللي هو امبابة، بتقول ان الفقر هو سبب كل المشاكل، وده واقع احنا عايشينه في مصر وفي العالم، في العالم كله يعني. الحالة الاقتصادية هي العامل المؤثر علينا كلنا يعني. بالعكس ياما في ناس فقراء جدا وحالتهم صعب جدا، ومعلمين ولادهم احسن حد يعني ما شاء الله يعني. يعني الغاية ما تبررش الوسيلة. لا طبعا لا طبعا. عايزين نقترب اكتر من الشخصية، هتغني قد ايه؟ انا مقدمة اغنيتين حلوين قوي، وعاملة استعراض برضو حلوة قوي، ويا رب بس يعجب الناس. جديدا في مصر هي منطقة امبابة والموقف تحديدا، فاحنا في الفترة الأخيرة لقينا إن في أفلام كتيرة جدا نزلت عن امبابة في جمهورية امبابة، وفي أكتر من فيلم اتعمل عن امبابة، فقررنا إن احنا نغير اسم الفيلم، واللي اختار اسم الفيلم طبعا المخرج خالد مطاوع. حدودتنا بتتكلم عن المجتمع الشرقي والشعبي، الناس الكادحة اللي ممكن في يوم من الأيام تروح وأنت مطمنة إن في جيبك 10 جنيه تقدري تاكلي بيهم، وفي نفس الوقت احنا بنحط على الجانب الآخر الناس الرأسماليين اللي هم مش فارقة معاهم الناس الغلابة أو الناس الجعانين، بيحاولوا أن هم يقهروا الناس دي أو يزلوهم بفلوسهم وبالحاجات دي كلها بالكامل. فاحنا عملنا مزيج ما بين المنطقتين، في عندنا مناطق كتيرة جدا في الفيلم، في هي مش قريبة من السكتشات قد ما هي قريبة من أن احنا بنعمل تناول، بنعمل فرايتي للحدوتة كلها بالكامل، ما بين الناس المطحونة والناس الشعبية، ده متمثل في شكل الموقف، والناس اللي هي عايشة طبعا بشكل الكباري وتجارة السلاح والفلل والحاجات دي كلها.